بأطيب التحايا نحييكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نتواصل وإياكم في حلقات برنامج في ضيافتهم. هذا البرنامج قبل أن أدخل إليه لابد لي أن أقف على هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي له خصوصية خاصة، سواء كانت هذه الخصوصية دينية أو اجتماعية. فمبارك علينا هذا الشهر، ونتمنى من الله العلي القدير أن يمن علينا بصيامه وبقيامه. في ضيافتهم اليوم نحن في واقع الأمر في مدينة البصرة الفيحاء في جنوب العراق وقلب العراق النابض، هذه المدينة الكبيرة التي قدمت الدماء، قدمت التضحيات، ولا زالت تعطي وتقدم كل شيء، تتصدر الثقافة، تتصدر الاقتصاد العراقي بوجود النفط في هذه المدينة. أيضا هنالك جنبة مهمة، هي جنبة إيمانية وجنبة قتالية في هذه المدينة. اليوم احنا في معلم من معالم مدينة البصرة الحبيبة، عندما يسلط الضوء وخصوصا عندما يدخل شهر محرم الحرام تتوجه الأنظار إلى المحطات الفضائية، وبالتحديد إلى حسينية مهمة، هي حسينية الحاج المرحوم داود العاشور. هذه الحسينية تقدم لنا خطباء ورواديد المنبر الحسيني، تكون هنالك متعة خاصة بالإضافة إلى العزائية، متعة المشاهدة والاستمتاع بما يقدم من خلال ما يطرح في هذه الحسينية. هذه الحسينية فيها شقين حقيقة، الشق الأول هو شق قتالي وجهادي ونضالي، والشق الآخر هو إعلامي لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذه الحسينية كبيرة بكل عطائها. أولا أتقدم بخالص شكر وجزيل امتنان على القائمين على يعني أعمدة هذه العائلة على حسن الاستقبال والضيافة، وأرحب بهم أجمل ترحيب، الحاج سامي داود العاشور آمر فوج عاشوراء في ضمن تشكيلات لواء علي الأكبر، وأيضا الحاج سلمان داود العاشور الذي يعمل بمعية الأخوة اللي رافقونا في إدارة هذه الحسينية. أرحب أول أجمل ترحيب بالحاج سامي داود العاشور. حجينا حياك الله، رمضان مبارك، قبل صيامكم قيامكم إن شاء الله وعلى أمة محمد وآل محمد. أول مرة نبارك الشعب العراقي بشهر الكريم، شهر ضيافة رسول الله سبحانه وتعالى، ثانيا نبارك بالانتصارات اللي قدموها الشعب العراقي اللي استمع للفتوى الكريمة والمباركة من سيدي ومولاي الإمام سيد علي السيستاني الله يحفظه ويطول لنا بعمره. وهذه يعني فضيلة من فضائل أهل البيت، وهي يعني راح ندخل تقريبا احنا السنة الرابعة، راح دخلنا بالسنة الخامسة إن شاء الله للفتوى الكريمة، هاي المناسبة الكريمة. هذا أساس المبارك شهر شعبان، يعني هي الفتوى الكريمة، مولد الإمام الحجة المنتظى عجل الله تعالى فرجه الكريم، اللي حثت قبل ليلة بيوم جمعة مباركة، وهو يوم الإمام الحجة عجل الله فرجه، ألقيت الفتوى بعد الخطر الكبير من ألد أعداء العالم، معداء يعني مخصصة، فكان عدو كلش كبير على العراق، يكسح الخضر واليابس، يعني مو يعني كل شيء ما يسلم من ايده، لا طفل لا مرأة لا رجل لا دين لا طائفة، من كل النواحي هو يذبح. والحمد لله والشكر كانت الأمور من صار هذا الحدث الكبير كانت جدا مأساة، وكان الشعب العراقي محير بهاي الساعة من صار هذا الحدث على شمال العراق. الحمد لله والشكر الله أعطانا هيك حوزات وعلماء كريمين علينا بهذا لطفهم الكريم والمتابعة القيمة الشريفة لأبناء البلد عامة مو أبناء خاصة. فوضحت الصورة الآن أن بدأ الخطر الكبير على هذا البلد وعلى المقدسات الكريمة وعلى شرف هذا البلد، شرف البلد. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا سلامة علمانا الكرام سيد علي السيستاني الفتوى الكفائية المباركة، وهي الفتوى اللي هي تدعى هل من ناصر ينصرني، بمعنى كنظرة أنا أحكيها حسب تصوري لهذا الموضوع، فهي نصرة الحسين عليه السلام، وهي فتوى كريمة من مباركات أهل البيت عليهم السلام. وهاي الفتوى المباركة وهذا السبب
هذا الغول اللي دخل للعراق أسبابه تفارق الشعب من بيناتهم، تركت انتبهت للسياسة وتركت هذا الشعب بحيث الصور جار ما يسأل عجارة. أو هذه حجة أنا راح أجيها في التفاصيل الباقية. خلي أتقدم أيضا للحاج سلمان. حجي مباركين بشهر رمضان المبارك وصيام مقبول إن شاء الله، وأنت شخصية مهمة في العراق اليوم أيضا، كل أنظار تتوجه إلى الحسينية وهذه الحسينية الكبيرة بعطائها بكل ما تقدمه للإسلام بصورة عامة ولمذهب أهل البيت بصورة خاصة، فمبارك هذا الشهر الكريم. إن شاء الله مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وكله فضل وبركات أهل البيت، كل اللي نلمسه الآن ومن هذا التوفيق كله فضل الله وأهل البيت. موفقين إن شاء الله. حجي سامي، أنت آمر فوج عاشوراء في لواء الأكبر، أكو فد قضية خاصة بي هسه قد يكون الدور في خلجاتنا. عادة أكو أحد الكتاب الأجانب أو الغرب يقول الثورات لما تنطلق أو التصدي لما ينطلق على عدو معين في بلد معين يخطط إلى القادة أو العظماء أو المفكرين ويكون النصر على يد الدماء بدماء الفقراء. أنتم اليوم كسرتوا هاي القاعدة، يعني اليوم لما تعرض هذا الوطن مثل ما قلت حضرتك إلى هذه الهجمة الكارثية، هذه الهجمة الشنيعة، كثير من بعض السياسيين ربما لفوا غراضهم جنتهم أرادوا يتركون البلد. أنتوا يعني اليوم ما شاء الله كوضع مادي واقتصادي متمكنين، غيركم ممكن يقول أنا ما لي علاقة بالموضوع، يعني روح شوف لدولة في دبي في كذا. أنتوا تركتوا كل هذه التفاصيل وهبيتوا إلى سوح القتال، حضرتك آمر فوج، أحد ابن أخوك الشهيد كنعان كان قائد فوج، بني كان قائد أيضا وقدمته شهيد، الآن أخوك على السواتر، أولادكم على السواتر، شنو القصة حجينا؟ أريد أفهم هذه، فك لي هذا الرمز. رمز هي البنية الأساسية، أكو بناء أساس، هي مو بنية ليلة ويوم، بنت هاي الأساسيات كلها من أبهاتنا وأمهاتنا الكريمات، ما علمونا على ماديات الدنيا، علمونا أكو شخص ضحى على هاي الطائفة، مو طائفة وهي عامة، فما حسشونا المادة شنو قيمتها أو لا. أساس المبني هو هذا الدين المبارك، دين محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. أكو فرد قضية بالنسبة للأخ الكاتب، أكو شيء متوهم به هو، وهي زيارة الأربعين تغطي كل هذه المقتضيات مو على شخصية فقير، وإنما كل الكوادر الإنسانية تظهر بها هاي زيارة الأربعين عليه السلام، غير ما المنابر الحسينية اللي تظهر في شهر محرم. بلي. حجين إذا أسمح لي، ذاك دعم مادي، يعني الآن أكو عندنا تجار يدعمون الفصائل، لكن نادرا ما نلقي أحد هو موجود بالساتر ويدفع. أنا جايلك في الوسط. يدفع دمه. صحيح. هو أصلا المسير للحسين هو دافع دمه، واللي انبنت الأطفال هاي كان السيد السيستاني الله يطول عمره. أكو رسالة طويلة حاربونا دواعش مو مال يوم يومين، ظلوا تفجيرات وظل صابر على مود يحافظ على وحدة الأمة. هاي السنين اللي مشوا بنت أجيال، يعني وهاي الأمهات اللي كانت تأخذ أطفالها وتطلع للمسار هذا الخطر 600 كيلو، كانت تتحمل مسؤوليات طويلة، بنت لها أولاد، من صارت الفتوى أحسنت، يعني هذه الأجيال أجيال الأربعين، أجيال الأربعين أساسة هي أجيال الأربعين. بالنسبة اللي تقول أنتوا كتجار، هناك كثيرين ما لهم صوت أو صورة، يعني موجودين خيرين. أنا الآن ما أحاور تجار، أحاور مجاهدين. مجاهدين لا لا العفو. لأنه أنا هرجع جعت. إيه لا لا تعدكم شقين، جانب قتالي وجانب إعلامي. إعلامي مواد. إيه نعم. يعني أنتوا خايف، أنتوا لازمين زمام المعركة الآن. إحنا نعم قيادات الحمد لله من صارت الفتوى. بداية اللي التمت العالم وين تروح، يعني مثل التاهي، يعني أول ما جت وضع تائه، لأن ماكو مركز تتوجه له، وين المراكز؟ الحكومة كانت كلها مشتتة، صح مشتتة، يعني وضع حرج بشكل حرج، سلاح ماكو،
كانت الضغوط العسكرية على الجنوب مو طبيعية بالتفتيش على السلاح، والعالم ليش يريد يحفظ الأمن؟ هذا السلاح ماكو، انزين احنا أسلحة ماكو، عتاد ماكو، وضع اقتصادي بالدولة منهار، وضع اقتصادي منهار على قولتك بداية انهار، يعني ظلوا خطية بكل الوسائل أن يوفرون السلاح، والحمد لله وفرنا سلاح. يعني تصور والله يجيبوننا عاطلات من توصل المعركة تشتغل، أمانة الله ورسوله بخت أحكي لو لحد الآن موجودات عندي محتفظ بيهن الأسلحة. تمويل الفوج شخصيا بكل تفاصيله، كل تفاصيله، رواتب الرواتب لا الحمد لله قسم منهم وقسم عندي ما منشورين، جاي تساعدني نوبات العتبة نوبات، لا احنا المسؤولين على من أموالكم الخاصة، أموال خاصة نعم، مجاهدين موجودين أبطال شرسين والحمد لله اللي حد الآن ينابون على الوضع منهم، وهم علما ما منشورين بس الحكومة هم مساعدة في أمر إذا صار أي جرح أو شهادة هي تتولى مسؤولية، يعني هم يعني شوية قوة إنه الفوج انبنى من هاي الحسينية ما شاء الله. اي نعم، فالتحقنا بالعتبات المقدسة ففتحت بيبان للتدريب، فكان اول واحد صعد عندنا ويا اولادنا شبابنا من اولاد عمومتي، ودربوا هنا تدريبات قوية من احد الشخصيات الان موجودة بالعتبة يدرب عسكريا، تدريبات قاسية هنا صارت عندنا مستعجلة ليل مع نهار يتدربون، وشهر رمضان ها بل باعتبار الفتوى صدرت في شهر شعبان صح. فصار تدريبات جدا شرسة وصعدناهم إلى العتبات وهم خذوهم دورات هناك بالعتبات، وأول التحقنا بالعتبة العباسية فرقة العباس القتالية، وكان قائدها كنعان، فالتحقت الشباب كلها شهيد كنعان، فإحنا وياهم متابعين كل الأمور اللي يريدون نوفرها لهم ومتابعين على كل المعارك وياهم، وكان أول لواء إنه هو اللواء العلقمي الفرقة العباس القتالية، فظلينا مستمرين وياهم، وكان أول هجوم إليه هو جرف النصر بالفضلية، والحمد لله القادة كنعان ويا أخونا من نسيبنا همين رضا بالعتبة العباسية، كانت معركة شرسة بالفاضلية، أنا رحت لي يوم ثاني من سمعت، فالحمد لله انتصروا، عندنا شهداء، عندي شيخ جبار هنا قريب علي استشهد، وبعد شخص حموية اثنين تقريبا 9 شهداء انطت الفرقة، والحمد لله وشكر. هاي أول عملية معركة قتالية حقيقية، وكانت من أشرس المعارك البدائية، وعلما يعني الشباب ما شايفين صح ما شايفين ما شايفين معركة بداية التشكيل ومفخخات وبداية التشكيل ما شايف، بس كانوا شرسين والقوة ووضع كان متأزم. في يوم ثاني أنا التحقت به، رحت للموقع مباشر لقيت الموضع، بس الوضع كان كله ملغم، بس الحمد لله قدموا وتالي خذوا أمر لي، وتالي خذوا سيد غريب. هاي الحادثة بحيث يعني ما عندي أكون معلومات، عندي أشخاص ما عندهم سلاح فدخلوا بالحربات بالهجوم، قالوا مو احنا اولاد علي نطلع بلاي هجوم بلاي يفتح، والله امانه تقريبا 30 واحد دخلوا بالحربات هجموا بالهجوم، والحمد لله الله نصرنا بها القضيه، كان هو الشهيد كنعان. ها في المعركه اللي استشهد لا بعده لا بعد هاي المعارك دي الطكيه كانت بقيادته تقصد؟ كلها بقيادته فالحمد لله طوني علم جهزتهم منا اسلحه وعتاد وصعد وقتها، الحمد لله الناس اكو خير اللي حد الان هذا لهم فضل كبير وياي بالأسلحة والعتاد، نقلونا بنص الليالي هو وزوجته، زوجته أذكرها الرجل وزوجته أذكرها، بحيث كل المعارك لولاهم أنا أقول لك ما مين أعرف مين عندي الحكومة ما عنده، كان حشيد بعده يعني ما باتين بي سنة كاملة، إحنا ما باتين باسم حشيد شعبي، فكل احتمال شخصية يعني ورواتب توصل لهم ماكو رواتب، كانت الحمد لله هم يلاكم مساعد الناس يساعدهم، بس هي القوة الأساسية منها الحمد لله بدل وراها الحمد لله وشكر. رحنا للنخيب، ورا النخيب يعني فات قضية أمور أخرى، انتقلنا إلى اللواء الأكبر العتبة الحسينية، خلتوا معارك كثيرة في محرم التحقنا وياهم، فأقوى معركة دخلنا لها هي معركة مكحول. حجي خلينا من المعارك هسه بعدين أجي أشوف المعارك الشرسة المعارك الخطرة
وين يعني صارت بكم مواقف محرجة. خلي أروح إلى الحاج سلمان. حاج سلمان حسينية داود العاشور مميزة جدا في الإعلام الحسيني في الإعلام الآخر، اليوم متابعة جدا. شنو هذا السر؟ أكو سر ما أعرف، هل هو يعني إدارة جيدة؟ هسه احنا ما نريد نظلم كل حسيني، اكيد كل الاعلام الحسيني اليوم هو اداراته جيده، لكن اكو في التميز بالحسينيه. يعني نشوف احنا مثلا قضيه لبس الكل يعني اللطامه الموجودين، اختيار الرواديد، اختيار المحاضرين، اختيار حتى القصائد اللي تقرا، اكو سر بالموضوع. شنو هذا السر؟ اعرفه من خلالك، وممكن يعني ممكن اكيد انا كل الجمهور يحب يعرف هذا. السر الأول توفيق أهل البيت. عمل الإنسان بالدنيا والنيات الصافية والعمل وإخلاص، الإخلاص طبعا مهم جدا لأهل البيت والأساس اللي بنوا آبائنا وأجدادنا، لأن إحنا الحسينية مو من اليوم، على زمان أهاليتنا أجدادي يعني كانت من كنا احنا مسقط راسنا وفي الخصيم، كان جندي الله يرحمه رحم والديك من اكبر المواكب ومن اكبر الحسينيات ومن اكبر الممولين للمذهب كانوا ذاك الزمان. ما شاء الله. تعرف انت منطقه ابو الخصيب يعني تختلف بها من كل الطوائف. اكيد. بدايه كانت قلت لك واستمرينا. فبعد السقوط بعد 91 بعد الاحداث بدينا نرجع نعيد أمجاد أهلنا بداية بالحسينيات. أنت تدري كانت ذاك الظرف صعب والقراءات صعبة يعني صح. جدا وإحنا كنا نقيم العزاء بنفس المكان هو هذا الحسيني، بس كان على مو مثل وقت الحالي. بلي 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 يعني هم صعوبة ظروف أمنية صعبة صح. ومنطقة أبو الخصيب حدودية وبيها 20 جهة أمنية وفضل الله البيت مشت المسيرة بوجود والدي الله يرحمه يرحم والديك، كان هو الممول الرئيسي للمجلس ذاك الزمان، واحنا تربينا على هالشيء اسمه مشينا بالمسيره ذاك الظرف الصعب. والله سبحانه وتعالى بعد سقوط النظام الله وفقنا، بديت شويه شويه نبني انا واخوتي، ووالدي كان موجود 2004 بدا اسس بدا يبني القاعه الكبيره للحسينيه، وسنه 5 رمضان توفى الوالد سنه 2004 ما قدر يكمل المسيره، فاحنا بعد عزمنا احنا مشينا طريقا. الوالد الحجي كان عنده مواقف جيده تجاه المذهب ذاك الزمان، تضحياته، مواقفه للمظلومين، وعطايا اللي ما حد يدري بيها بس الله واهل البيت، هذا هم يعتبر توفيق. ولهذا اسم الحسينيه ما ادري اجى عفويا، يعني احنا ما كنا مخططين هذا الاسم، بس يا سبحان الله شو اجى باسمه، لانه هو بخته بخت الحجي أي نمو طبعا. وثانيا أنا وأخوتي يعني بدينا كل ما نملك أنه نحاول أن نظهر صورة المذهب بالصورة الصحيحة اللي يردوها هم أهل البيت، ما بها مبالغات، ما بها شوائب، ما بها، ما نخرج عن المألوف أهل البيت اللي يردون يكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، فإحنا ننظر لها. الخطيب اللي يجي والرادود طبعا احنا الاداره عامه كلها على كل شيء، على مسؤول على اوقف على بالصوتيات لازم اوقف على بالبث المباشر اوقف على الخطيب. مثلا عندنا بعض الشروط يعني مثلا اللي ما نخرج عن بيه عن مراجعنا الكرام. جميل. احنا ملتزمين التزام كلي بالمرجعيه. اي شيء خارج اللي احنا ما نقبل به. فاحنا هاي كلها نلتفت لها. والاداره طبعا مهمه جدا. اكيد يعني لازم تحط روحك وروح المجلس طبعاً. لازم نفكر شلون نرضي اهل البيت، مو نرضي انفسنا ولا نرضي لا نريد نكشخ قدام العالم. لا قطعا. لا احنا طبعاً. لازم لان اكو ناس تسمعنا. صح. بالعالم العربي كله يسمعك. أكيد. بالعالم الغربي كله يسمعك. أكيد. بكل الطوائف. أكيد. بس من يسمع منك كلام الخطيب أو الرادود المرتب ذاك هذا نصر للمذهب. طبعا. أكو هواي ناس استصرت. ليش؟ لأنه جاي تقدم صح. بلي. المنبر هو أهم شيء يكون خالص لأهل البيت. اليوم اليوم المنبر هو إعلامنا، إعلام الثورة الحسينية أولا. بلي. وإعلام الإسلام يعني قبل الثورة الحسينية إعلام شامل.
والآخر مثل ما قلت خصوصا لما تكون أكو خصوصية لهذه الحسينية متابعة راح يركز على الخطيب وعلى المنشد وعلى الرادود وعلى كل هذه التفاصيل حتى على الخطوط اللي تكون متواجدة. يعني أنا متابع اختيار تنسيق الملابس العبارات اللي تكتب على القمصان اللي يرتدوها هاي كلها من تخطيطكم. بلي بلي هو احنا مخططين أنا والحجي بلي. الحجي إدارة عامة آخذ مثلا التوجيهات أحيانا من عنده وأنا كنت أنفذها. يعني إحنا نشاور دائما بكل شيء ما حد يخرج عن الآخر. أسمع حمينا من الناس, أسمع مثلا بعض الكوادر اللي عندي مثلا, أستشير مثلا, أسمع منهم أخذ آراء دائما. والذوق مهم جدا. أكيد أكيد الذوق أهم شيء طبعا, وهذا سر النجاح. الذوق هذا سر النجاح. ايه ذوق. خلي أخذ لأن أسمع من كل الناس لازم حتى أطلع بصورة نجاح. إيه ترضي كل الأذواق وكل وانطك ياها من الأخير. يعني بلي أي نجاح كل شيء إلا إخلاص أهل البيت. أحسنت. إن شاء الله موفقين. أتوقف عند فاصل وأرجع أكمل حواري. هذا الحوار الممتع معاكم. يعني وصلت نص الحلقة, عندي كثير من الأسئلة وراح تخلص الحلقة ويمكن وأستوفيها, فلذلك إذا تسمحوا لي أخذ فاصل وأرجع أكمل معاكم. إذا مشاهدين الكرام تواصل معاكم بهذا الحوار الرمضاني, هذا الحوار الممتع. نكمل معاكم لكن بعد الفاصل. مشاهدين الكرام, مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية, حياكم الله مرة أخرى. رمضان مبارك, عدنا وإياكم كي نكمل ما تركناه قبل الفاصل وفي مدينة البصرة الحبيبة, برنامج في ضيافتهم تحديدا عند هذه العائلة الكريمة, عائلة داود المرحوم, الحاج المرحوم داود العاشور. أرحب أجمل ترحيب بضيوفي في حلقة هذا البرنامج, الحاج سامي داود العاشور آمر فوج عاشوراء في ضمن تشكيلات المشرف على فوج عاشوراء ضمن تشكيلات لواء الأكبر. حياك الله. احنا مو بس فوج عاشوراء, فوج أساسي ما عندنا, بس احنا أيادينا على كل الجهات ما شاء الله. ما نختص بجهة ما شاء الله. يعني بكل ليش, يعني هي كلنا يد واحدة وعدو واحد, فكانت أيادينا في كل الجهات موجودة. إن شاء الله موفقين. اي فضل الله ورسوله اهل البيت عليهم السلام. يعني لازم تتابع كل الجهات, ما يصير باو جهه واحده طبعا, لان عده الجهات هي العدو مو جهه واحده. لكنها غير معلنه, ما تعلنوها, ما حلو الاعلان هو, لان اهل البيت ضحوا بكل شيء ما خلونا شيء. ايضا ارحب اجمل ترحيب بالحاج سلمان داود العاشور. حياك الله. حاجي سامي, المعارك بيها كثير من التفاصيل, يا أخطر المعارك اللي مريتوا بيها اللي تقريبا تكون راسخة بالذهن وبالذاكرة أو كان تعرض قوي يعني تتذكر الآن تستحضره؟ المعارك القوية الأساسة اللي بقتها بداية المعارك, لأن كان الدواعش من أقوى معارك اللي يخوضها, لأن كل إمكانيات عنده وكل أسلحة عنده. ولا تنسى كانت قواتنا كلها قلة السلاح, يعني والسلاح من النقل للبلد مو سهل, يعني مو باللحظة, يعني هم عدد وأسلحة حديثة, يعني ما دخلوا لي بسلاح. ثانيا أسلحتنا كلها عندهم أساسا, كانت كلها عندهم, ما عندنا أسلحة مين نجيب احنا. فكانت أقوى معارك اللي التحقنا بها سبحان الله من بعد انتقالنا إلى لواء الأكبر اللي هو مكحول, من أشرس المعارك واللي ثبت الوجود هو مكحول. جبال مكحول بحيث كان 24 ساعة نرمي, 24 ساعة العين, بحيث يعني شفنا البرد والحار, ما بحار هو كله برد وثلوج وأمطار, يعني خطية من ريدي توضون يجون للدام كله ثلج وشباب تقريبا بال 25 شهيد عندي بمكحول. عدة معارك وأسباب أكو, بس ما أقدر أذكر الأسباب, بس الأسباب سيطرنا عليها. أمور يعني الإنسان لازم يشاور بيها, بس الجماعة شاوروا بيناتهم. صار عندنا يعني قائدنا تغير بساعة في لحظة خطورة, يعني احنا كنا بمعارك من أخطر المعارك, وهذا سلاحنا كله شخصي, يعني ما عندنا سلاحة قوية أو دعم دولة. فكان عركتنا 24 ساعة ودخلنا انحصرنا 4-5 أيام. الشباب فوق مكحول انكسر, عندنا صارت حوادث خطية, استشهدوا تحت الجبل وفوق الجبال, واستشهدوا عندي تقريبا بهاي المعركة أنا 10 شهداء انطيت, ويا كان الشرطة الاتحادية والذهبية تقريبا 25 شهيد. والحمد لله والشكر لو مكسور, كان رجعت تكريت ورجعت بيجي لهم.
فالحمد لله بركات الله ورسوله بيته. هذول الشباب الأبطال البسيطين تقريبا بالعرب 45 عدد نحن كسروا الحصار مالهم بقوة يعني سبحان إلهية، والحمد لله كسرنا الدواعش نهائيا، بحيث وزير خارجية الأمريكي صرح من دارفور حسب أقوال الأمر اللواء مالنا كان اللواء الحمداني، قال الوزير خارجي الأمريكي قال دواعش انكسروا بماكو يعني رسميا العلنت. والحمد لله تقريبا بالست اشهر احنا مكحول بقيادة كنعان واخونا الشهيد رائد الثاني اللي استشهد من بعد كنعان، واستمرت الحمد لله الى ان طمنا مكحول الى سلمناها الى اخوتنا بعض الفصائل، وصلنا الى رد سريع، فقمنا اي مكان كسر احنا نهجم ونرجع الاراضي بيدها احنا يعني عملياتنا. بعد هاي المعركة الطويلة بالصينية وكذا انتقلوا إلى قرمة الفلوجة من أخطر المعارك على بغداد. بل كنت متواجدين أيضا بها، هو يعني من قاطع إلى قاطع، من قاطع إلى تحولنا إلى قرمة الفلوجة. فكنعان ويا الشهيد رائد قال له صاحبي، قال له ها، قال له لو أنا استشهد لو أنت تستشهد، قال له هاي المعركة مو سهلة. فالحمد لله والشكر هذيك الليله ليله ولاده الامام الحج عجل الله فرجه تعالى، فكان هو نازل كنعان اجازه طول 15 يوم تقريبا، فنازل ردي يبدل او جماعته، ووالده صعد وياه مكحول، حجي سالم ابوه صعد وياه مكحول، فاحنا يعني سيارات مكسره نصلح نسوي سيارات هيك قوتنا يعني اللي نقدر نوفرها بدايه الامر، لان الاوضاع الاقتصاديه كان شويه تعبان. فالحمد لله وشكر بركات أهل البيت. فالمهم قاموا بالمكحول مو سهل، المهم تغلوا القرمة فلوج. ف يعني هذا الكلام قال له أخوه، هذاك اليوم هو نزول عنده يعني نزل، قالوا له ماكو هجوم للمغرب، قالوا ماكو هجوم باكر، فنزل للكاظم عليه السلام من قرمة، نزل للكاظم عليه السلام لقى جماعة شرطة اتحادية، قالوا ها يعرفوهم بعد، هو متواصل وياهم، كانت إيده مو بس على الفوج يعني شرطة اتحادية تحتاج سلاح ننطيه يعني. كله تعب يعني وضع واحد يساعد يعني فد إيد حلوة. فقال قال له لا باكر هجوم راح يجي من الكفر. مات مكحول اللي استشهدوا من جماعتنا العشرة، كان أبهات أكو واحد منهم أبوهم ويانا، أبو الشهيد هم أولاد عام ثلاثة، وأولادهم ثلاثة استشهدوا. أي وأبو ما قبل ينزل، قال لهم ودوا ابني بس أنا ما أنزل. أي نعم أولاد مبارك يسميهم من أهل الشط العرب، وهم كلهم من الشط العرب، بس ولد عندنا هنا مسلم هنا استشهد يمي قريب. فرجع كنعان للمعسكر، قال له أبو ها ايش رجعك؟ قال له هجوم باكر. أي نعم. قال له ها، قال له والله جاني هسه خبر هجوم باكر. فمن هجوم باكر احنا قمنا نجهز العتاد على السريع، فطلبنا السياره من العتبه الحسينيه اسلحه وعتاد باسرع ما يمكن، وصل لهم ويا الفجر، كانت وياي اهلي وكان ويا بناتي واولادي، نجهز الاسلحه والعتاد وهذا الرجل ينقل لي خطيه. المهم ما قصرت الناس في هاي الخدمه، فبدا يوم ثاني الصبح للفجر هو ويانا على التليفون ويا ابني للصبح نهائيا باقي قاعد هو ما نام. الصبح جمعهم انطهم الخطط العسكرية، قال لهم خططنا شلون نهجم وشلون نبدأ. بدأ الهجوم الساعة 6 الصبح، اعلن الهجوم مال بيوم ولادة الإمام الحج عجل الله فرجه تعالى، هو هذا يوم زواجه اصلا، هو كنعان يوم زواجه، وكان قريب على يوم الفتوى ايضا، ويوم فتوى 14 يوم 14 ليلة يوم 14 شعبان، بلي 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 15 شعبان بلي. فسبحان الله بدأ الهجوم، طهم الخطط توكلوا على الله بمنطقة الروفة، فهو يتابع ويا والده، مر على والده فطلع للمقدمة 9:15 استشهد صبح، كانت العسرة المعركة من استشهد، يقول يحجولي هم الولد، يقول من استشهد كنعان قد محسوره اللي يعني احنا الجيوش والهاي وهم عليهم قوه. فسبحان الله الكيلو صار عندنا متر، بس استشهد قالوا كل القيادات كل فصائل سمعوا بين كنعان استشهد، وكان هذاك اليوم الوحيد اللي استشهد هو كنعان، هذاك اليوم هذاك اليوم اول شهيد، وهو الشهيد الوحيد هذاك اليوم للظهر.
فيقول خذينا خذينا مع عجيبة يعني قامت الأرض دافع معنوي دافع معنوي جاهم فقدوا لأن هو أبوه مثل أبوه مثل بلي أبوه بلي كل شيء هو وقائدهم قائدهم انهاروا يعني بس المهم خذوا انكسرت هاي الروفة كسروها خذوا خذوا وتقدموا خلال 3 أيام وصلوا إلى باب الفلوجة ما شاء الله قارب 38 كيلومتر ما شاء الله ورغم المبازل ورغم الجسم بلي بلي أرض الوعرة وأرض وعرة وفيضوا ماء على مدى الغام متروسة فجرها الحكومة بلي فسبحان الله يعني هذاك اليوم كان يعني يوم عصيب قوته تحزن وتفرح فرحتنا هو شهيد أكيد. هذا حجي وسام وسام وسام, وسام العراق اولا وسام لكم وسام البيت موقف اهل البيت وكان فعلا يعني بس الحمد لله زادنا عزم اكثر فكانت عندي العلويه الله يرحمها ويرحم والديك هي الحزامي الظهر الاساسي بالقضيه كلها كان هو متواصل ويا العلويه وبعلويه كانت هي تجهز كل حاجاتهم وكان اتصالها بيا سماحه الشيخ عبد المهدي الكربلائي أي أمور تتعرقل في اللواء كانت عن طريق العلوية توصل إلى بيت سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قبل ما توصل نقدر نوصل له أو أكو أمور خطية فنوصلها دائما إلى علوية الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكان متواصلين بالمعارك كلها إياه العلوية فالحمد لله والشكر هاي المبدأ وراها تحولنا إلى الخالدية فالعلوي الله يرحمه الحمام والديك ولدي قبل سنة برمضان ودتهم للتدريب دربتهم فمستشهد كان عنقتهم هذا يومكم هذا اليوم ترفعون راسي ويا الزهرة وترفعون راسي بن عمكم أريد من عمكم شون كان يبقى كنعان هيك أريدكم فأول مرة ما ردت اثنينات بس هذاك عنت قال عالي حال أخو اثنيناتهم سادس بكالوريا كان عندهم امتحانات بكالوريا تركوا الامتحان اثنيناتهم وصعدوا بس صعدوا الحمد لله بركة تربية رجال يعني عزم وشي جديد عليهم ما شايفين فدخلوا معركة الخالدية معركة الخالدية حجي أنا بدي هذا الاسترسال يبقى لكن أيضا أريد حجي سلمان يشاركنا الحديث أريد ناكله كله لأن إحنا حجي سلمان صار له 10 سنين يحكي بالحسيني هسه إحنا لازم ناخذ ناخذ الجهاد إن شاء الله موفقين إن شاء الله الله يوفقك راح أخلي سؤال إله وأرجع بالسؤال الآخر لا هو أولي بعد هذا الكلام هو هذا الأساس طبعا والنعم منكم أنا أحيي أساس الحسيني هو أساس البناء الجهادي بالمناسبة أنا أحيي بكم هذا الروح اللي أنا في بداية الحوار قلت لك قلت لي حاور الحجي قلت الحجي قال الحجي لا حاور حجي سامي هذه الروح حقيقة مبادئ أساسية روح إيمانية حلوة ولطيفة اليوم نفتقدها في مجتمعنا الحمد لله العالم عنده صورة عن الحسينية وصارت منبع الشيعة أكيد هذا فضل أكيد من الله أكيد 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 ويقول العالم إحنا ترى خدم لا أكثر ولا أقل طبعا ليقدموهم أهل البيت إن هاي القيم الحسينية فعلا فعلا فهي المنبع هذا الأساسي رحمة أهل البيت ومنبع الأساسي للجهاد فعلا هو أنا ليش أرد أسأل الحجي على قضية حجي أكون شاطات عندكم يعني مثلا الإعلام يكون مركز عليكم في شهر محرم وشهر صفر وخصوصا في شهر محرم أنا حسب ما يعني الاستطلاع اللي سويته بالمدينة سألت الناس عندكم نشاطات أخرى مثلا في شهر رمضان عندكم نشاطات في كل مناسبات سواء كانت وفيات أو مواليد أهل البيت سلام الله عليه أريد بالتحديد بما أنه إحنا في شهر رمضان المبارك نشاطاتكم في هذا الشهر شنو اللي تسوونه بالحسينية؟ نشاطنا شهر رمضان يعني تقريبا نقرأ 27 ليلة نعطي آخر 3 ليالي الناس شوية تتفرغ للعيد السنوات السابقة الله يحفظه كان السيد الفالي أخذ بعض طويل بالحسينية خصايا أيام شهر رمضان كانت حلوة من باب همين تحت فرصة بعض عندنا خطباء ما شاء الله يعني والتنويع كذا أنت مطالب بهذه مطالب هاي الأمور بهذه مطالبة الناس ويعني الحمد لله والشكر كلهم موفقين يعني هذا الشهر إن شاء الله عندنا يعني على 3 عشرات نشتغل أول عشرة الله يحفظ السيد محمد رضا شرف الدين موسوي طبعا جدا انتم تعرفون يعني صاحب المراجعات بلي
اسم مهم هذا من كبار من كبار علمائنا ومجاهدين هم من المجاهدين هم كانوا يعتبر يعني عائلة مجاهدة بل. وإضافة إلى العلمية اللي يحملها كذا نحتاج البعض العلماء إنه يكونون على المنبر والعشرة الثانية عندنا سيد محمد الشوكي طبعا معروف لديكم كربلاء وإضافة عندنا السبعة الأخيرة راح تكون الدكتور الشيخ محمد العبودي يعطيها محاضرات وجلسات قيمة ما شاء الله ببغداد يعني أكو وإضافة إلى أنه نبدي عندنا وفاة أبو طالب ووفاة خديجة عليهم السلام يحييها الله يحفظها مولى باسم ونجي إلى ولادة الحسن بعدين وأخيرا الشهادة يحييها الله يحفظها شاكر أمير المؤمنين أيضا ملا باسم أي ملا باسم حيا هذا يعني ست ليالي باسم راح يكون موجود إحياء هاي الليالي ما شاء الله أي بلي هذا نشاط رمضان بلي عندكم نشاطات أخرى بالوفيات مثلا بالمواليد بلي موجودة مرات يعني أكو قسم من عندها إحنا نتابعها باليوتيوب إحنا نسمى مثلا ولادة صاحب الزمان بدينا بيها صار سنتين بلي يعني صادفت ويا شهادة كنعان دورة السينما الكنعان فكانت الذكرى انه في ولادة صاحب الزمان ومحياء لذكرى استشهاد كنعان بهاي المناسبة عندنا مناسبات سابقة مثلا وفاة النبي او استشهاد النبي عليه السلام الصلاة عندنا استشهاد الحسن العسكري قمت بين سابقا يعني انوع يعني دائما اعطيهم فرصه يعني انا ما اريد احتكر الامور كلها اكيد اكيد اخذ مناسبات المهمه مثلا عندي الفاطميه ثابته مثلا تسع ليالي اخذ فاطميه سلام الله على الزهراء وعندي ليلتين زينب يعني مستمر عليها هاي مهمات اللي عندي الاساسيات الفاطميه الزينبيه ومحرم تعرف احنا مستمرين نشاط محرم واضح بلي واضح بلي بلي الله يوفقكم إن شاء الله. خلي أرجع إلى الحاج سامي. حاج سامي رحلتك الجهادية رحلة مفخرة مو بس إلك ولا بس العائلة داود العاشور باكر نكتبها وتكتبها الأجيال كل العراقيين. خلي أعود إلى ذكرياتك مع السواتير يعني خصوصا أنه من الفتوى لحد الآن يمكن كم شهر رمضان صادفا؟ الرابع هذا الرابع دخل الخامس بالخامس خامس بلي ذكريات رمضان والسواتر خلي أسميها ذكريات رمضان شهر رمضان والسواتر تعرف الصائم يحتاج إلى وضع خاص وخصوصا إحنا تقريبا إحنا العراقيين شوية مرات ما نتحمل تعب ما نتحمل إرهاق لما نكون صيام شنو أجواءكم على السواتر في بهذه الأيام لما كنتوا على السواتر بشهر رمضان؟ احنا أريد أحب أنطيك صور أنت ذكرت عن المعارك الشرسة المعارك الشرسة من بعد طهرنا قلت لك مكحول وبدينا بالفلوجة والخالدية كانت من أخطر المعارك فكان الله موفقنا احنا الله موفقنا كلواء وكفوج بهاي المعركة كان صعدوا بها أولادي محمد المجتبى وعلي منتجب هاي قلت لك بعد شهادة كنعان ليش؟ لأن حفاظا على الفوج لأن قائد كنعان مو هين كنعان كان معليهم من كل شيء يعني هو إداري هو بالسلاح هو مجب كل شيء فمن يفقدون يعني مو سهل عليهم كان شهيد رائد كان يعني الرجل ما شاء الله عليه قائد يعني حقيقي قائد هذاك فمن دخلة الخالدية كانت عبارة عن أرض عبوة يعني متروسة ألغام وأنفاق فرشية عجيب يعني سبحانه وتعالى فالله وفق الوليد بهاي المعركة معركة ورا ما انتهت المعارك وانتهت آخر شبو كنعان اللي صارت أكثر معارك الطاحنة اللي بعض الفصائل احنا أول شيء كنا قطع الطريق على الدواعش فعمليتنا كانت قوية ودخلوا عليها انتحاريين والحمد لله استشهد جماعة من اللواء وولادنا طيب كتلوا الدواعش المفخخين فالحمد لله استشهد وراها ما خلصت على اساس ننسحب احنا للسلمان استشهد عندي قائد الثاني هو قائد انا اشوفك من تذكرهم تتألم ابطال اسسوا بنا تحتيه حقيقيه حسينيه وكان مراعاتهم للمجاهدين كمراعاه ابلي ولد بل.
أكيد هم قادة يقودون يعني لا من كثرة التجارب صاروا قياديين يعني مو سهلة لا يقولوا لك إحنا لا هي من الله من الانفعالي الحقيقي بجسمه الحسيني هو اللي سواه قائد وفت قضية يعني الرجل هذا القائد من نزل لي فت قضية يعني قلت لك من يروح قائد السر أكو خلخلات خلخلة صح صح فقال لي أنا راح أسعد أشوفهم وأرجع لك فمن قال لي أنا قلبي حاس قلت له لا أخذ عائلتك للزيارة أنت نيتك روح زور خاب الدنيا هاي كل شيء يصير فأثناء الزيارة الله يذكر بالخير أهله حجت للعلو يلا رحمه الله الدين قلت له أنا متعلق بزوجي ما أريد يصعد فأنا كذا الضريح أبو فضل عباس عليه السلام أحكي وياه قلت له أما لا تخلي زوجي يصعد وأما بسيارة تسحقنا كنا أنا وأطفالي يعني هيك متعلقة المرأة بي يقول إجتني مرأة أنا بيني معاه أحكي يعني بقلبي جاي أحكي يقول له مرأة مبارقة أدق علي تقول لي هذا طلعي من قلبك هذا عندنا مثل المختار الله يقول جمدك ما شنو هاي اللي دقت علي وقالت لي هذا هيك هذا مثل المختار عندنا ويقول ضميته سور ما حكيت خطية وراها من صعد استشهد اي منتهي من كل شيء بس قائد الحمد لله كثير عمليه كبرى يعني كثير من الدواعش وكان ان موافقيه بهذا الطريق الفلوجه من هنا استشهد عندي صديق ثالث صار قائد ومحمد خليته هو يعني كفوج هو على اليمني ومسؤول على الفوج وحجي سالم الله يطول عمره حجي سالم على طول وياه من بعد شهد كان عان استمر ما قطع يعني ما ترك الفوج خطيه منه خلص الفوج يصعد وياهم بس وين قلبه على وليه النوم اي فالحمد لله كضوا الفوج انا صعدت النوم وياهم اها لازم زمام امور القياده لازم التزم زمام امور لان الوضع قيادات مهمه راحت عندي ومن اخطر مو انا احكي وانما الساحه تحكي والقيادات اللي موجوده متالمه يقول يعني وين يا جماعه فالله وفقنا باول معركه وكان حزام الثاني هي زوجتي العلويه يعني لها دور اساسي بعمليات الجهاديه يعني مطمئن انا كنت من اصعد هي وراي وكان دائما اتصالات مستمره وياي اذا اكو اي خطا او خلل باللواء تخبر بيت سماحه الشيخ بيت الالويه تنجز المهمه يعني طبقت مقوله خلف كل رجل عظيم امراه عظيمه اي فسبحان الله فكل الهجومات اكو نوبات ودي او الفوج ما يقبلون يقولوا لي هي عندها معلومات تاخذ من نوبات متصاد يقول اكو شيء تخابرني تقول اكو هجوم ما يقولوا لك يعني هيك توصل المرحله واسد تكلم فاول معركه دخلتها سلمان معركه سبحان الله وعين البقره اول مره وتالي سلمان سبحان الله انا وابن السيد احمد الصافي وياي ابو العتب العباسيه واولادي وكابتن احمد والان اخونا بشير هذا قناصي خطي الصوب عندي بتل عفار هو ابن اخت السيد احمد هجوم عجيب فريد منا قوات مدرعه ومنا مدرعه واحنا مشاة تقريبا بتسع كيلوات نمشي وصحراء ودائما على طول بالتلفزيون يطلعون على المعركه فركضنا لهم ركضه بركضه بثواني دخلنا عليهم انصدموا بينا وشردوا الدواعش وجت علينا مفخخه والحمد لله طقت علينا تواجهنا وياها وكلها طلعت سالمه وما صار عندنا شيء هاي اول معركه فردت فعاليه الفوج قوته من شافوني انا قدامهم بعد شنو اطمئنوا بان القياده قويه مالتنا فصار رجعت القوه لهم ما شاء الله حجينا الحوار ممتع انا وصلت للختام بقت عندي يمكن 30 ثانيه ما ادري الزملاء بالاخراج يمكن زي ما 30 ثانيه أجواء رمضان بال 30 ثانية جاوبنا أجواء رمضان الحمد حتى لله حتى أختم إيه نعم أجواء رمضان عجيبة يعني ماكو يمكن جوع وعطش وكذا ما يحسون ما جايين على جوع وعطش وحتى لو ماكو ماي لو ماكو أكل تعدد حالاتنا وبتتاقل علينا ما حد يحكي وكل هجوماتنا العام هيك هجوم كان عندنا هجوم الصقار كنا صيام بالهجوم وكنا نركض هجومنا ركض راح تفتقدون هذه الأجواء راح تفتقدونها بهذا الشهر أجواء الساتر الساتر طبعا تفتقدون هذا الشهر بتواجدكم بس احنا ننشطها يعني ما نخلي أمور تنسي فالحمد لله الآن احنا ما قلنا رجعنا بالفوج وعندنا بالرياض
بس اللي حد الآن إحنا نفعل هواي أمور، لأن بحيث نحسس الفتوى بعده ما منتهي الخطر، ما انزال عن العراق. والدلالة كل ما صار عندنا حدث أو فرد انتخابات أو فرد زيارة، والحمد لله ماكو اختراق أمني. يعني فإذا يعني إيه هذا الخبر يعني منتج، فيعني أنت بعدك بخطر، يعني أنت ماكو أمان. مهما يكون أنت، إحنا أمننا بلد وفعلا كنا راضي خطرة جدا وخذيناها كلها وأمننا، والحمد لله وعوا الجهات الغربية، وعت من أمور كثيرة كانت فقدتها وما عندها التحام بينا، فخذت واي عبر ولا نزال موجودين بيناتهم الحمد لله، وجاي يستشارون ويانا ونستشير بيهم. فهذا شهر رمضان الحمد لله في أجواء ثانية، صار عندنا القرآن وصار عندنا مسابقات وصار عندنا كثير من الأمور إذا ما عندنا أي هجوم. بلي. يعني مو فقط حجي سلمان هنا عنده فعاليات، لا لا لا، فعاليات تدريسية وقرآنية وكل شيء عندنا وتعليمية، وكثير من الأمور اهتدوا، يعني الفتوى هدت كثير من الناس والحمد لله. يعني كنا أجوانا يعني تختلف كل اختلاف، يعني الولد تلقاه مصحول على قولتهم لله، متوجه بهذا الأمور كثير. أكو أمر ثاني لازم نذكر الأمهات، ولو أخذ من وقتكم، والأخوات والزوجات. كان دور زوجتي لي دور كبير بيها من صعدت أولادها لي، ويوم الأيام وكل معركة وياي، يوم الأيام صعدت تلعبطة، وكان مسافة الفوج متقدم مالنا بحدود 200 كيلو قريب حدود سوريا، فخابرتني بالتسعة أنا توني صاعد. كنا طبعا نفتهج إذا أكو صاعدة جيد مسافة ألف، فرحون نفرح طريق صحراء ما صحراء ندوس بسياراتنا المدنية. طبعا خابرتني قالت لي أنت وين؟ لازم أذكر فضائلها علي هاي الحرمان. بلي 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 أكيد. شون زينب الأمهات والأخوات، الأخوات دائما أذكرهم بالخير. شون نقول زينب قدمت فرس ميمون إلى حسين، حشا لله ما نلحق ترابهم. قالت لي أنت وين؟ قلت لها أنا بتلعبطة. قالت لي أنت بتلعبطة والهجوم بادي؟ الله. قلت لها تحكين صدق؟ قالت والله ما يقلوا لك. ما قلت لك ما يقلوا لك؟ هسه بالتلفزيون مباشر هجوم فوق من القاهرة، يعني متعدين القيروان وبصحراء. فأنا وأولادي ركمنا 3 سيارات وطلعنا بتقل 12 بالوحدة الليل، وصلنا قالوا جابكم صحراء عمي خطر شابكم؟ قلنا مو هجوم. قالوا إيه صحيح هجوم، تراكم جانا الخبر. قالوا لا والله تجل الصبح، لأن الجماعة ويانا قالوا لا ظلمة خطر طريقة، فالغام يحطونا ما نشوف، خلوا الفجر نهجم. فعلا الفجر ما منمنا قليل، الفجر هجمنا وصلنا الحدود السورية. فكان مواقفها كل هجوم هي وياي، ودائما تقول لي خاف اكون اقص له شيء ما يوفر، تخابر بيت الشيخ يتوفر. وكانت تدعي لي، شوف انا هذا مو قايتي اذكرها، مو قايتي زوجتي العلويه، لا لا ابدا ابدا، قايتي لكل الامهات، كل امهاتنا اخواتنا. قلت لي انا ما دعيت يوم ابين ولدي يرجعون سالمين، دعيت من الله اذا ولدي جتهم الشهاده هنيئا لهم، بس اريد جسد سالم، يعني لا مقطوع عيد لا مقطوع رجل، بس هذا اريده منك اذا هجا فدوى العصيان، وما ابكي عليهم. تقول ليلي هذا الدعاء منه، وقاس ما الله بعد الدنيا ما تكمل حياته، واخر هجوم على اساس نصعد نرجع، وصار الحادث توفت عندي هي العلويه الى رحمه الله، وتوفت بنتي وياها. فكانت غايتنا نصعد للحويجه، والحمد لله هذا نهت ختمت حياتها بهذه ختمت وبجاد هاي السلسة والحمد لله. فكانت هي كانت حامل علي أشهر سابع، فسبحان الله كانت جو ثمين لي. ليش؟ لأن يعني هواي أمور توفر المجاهدين، هواي أمور تطلع بالليالي تسدد عن كثير جعون المجاهدين سالمين، كثير من الذبائح تذبح تطلع بنص الليالي توزع في سبيل يرجعون المجاهدين سالمين. وكانت تابع مو بس هنا، وكل عوائل الشهداء إذا دخلت على البيت تحس في يوم ثاني كعائلة وياك، هيك توصلهم مرحلة. والله وفقها سبحان الله، عسبالنا إحنا نمشي، لأن ندخل معارك شرسة، إحنا ندخل أول الناس الهجوم، تصور له إحنا نرجع نروح، سبحان الله أثار الجهاد إلي أمون. أكيد الله الله يرحمه برحمته ووفقه. فهاي النصرات اللي نصرونا واللي عززت أولادها أكثر، وكل هجوم تعززهم، وكل تأخير إذا نزل قبل يوم تحاسبهم،
فما انت تريد واحد ينزل يقول لهم اريدكم عندكم على المجاهد وعندكم. ويوم من الايام حجي سالم واحد من ولدي ابني الصواب وانا صوبت الاعفار، وواحد من ولدي بدايه سلمان طقت رجله شايل عتاد بالهجوم بدا نهجم وطقت رجله خطيه بس شدها وكمل الهجوم يعني. فخطيه حي سالم قلبه ملجوم على كنعان يقول هيما ما يخليني ادخل للهجوم يقول يخاف عليك انا شنو صغيرون. فالمهم تخابره تقول له ولدي مو احسن من المجاهدين، ولدي اريدهم اول المجاهدين ما شاء الله. وفعلا هذا خطيه يدحر تقول لها مو قلبي ملجوم على كنعان، يقول لها ما يخالف كنعان اذا هو يومه يروح يومه مو انت توقفه، لا تحسب بحياته انت، انت مو بيدك الروح بيد الله، اذا الى يومه باي حادثه يروح، بس خير يروحون على هالدرب احسن لهم. والحمد لله تقول ان ندعت من الله شكرا ولدي مشوا على خطى الحسين الحمد لله، وكان هذا احسن ختمه له، بس القسمه ما كملت هذا وصلت الحمد لله. لا ان شاء الله مسجله في سجلات ومدونات دور الامهات عظيمه، واحنا نشكر كل الامهات وكل الزوجات وكل الخوات وكل النساء الامهات المجاهدين قلهن تكرمون نعول كان على روزنا الله يحفظ راسه في سلمة التراب اللي تمشن بي التراب كان اللي تمشن بي. وعذرونا ما يعني أكو أمور إحنا اللي نقدم لكم شيء بسيط، نريد نقدم أكثر لكم من إن شاء الله كفيت ووفيت هذه العائلة المباركة. الحسين ما بكفيت ووفيت إن شاء الله يعني الحسين هذا طريق مستمر حجي إن شاء الله. نقول لكل أخوة المجاهدين نقولهم الآن بدأ الجهاد الحقيقي اليوم، هل أنت ثابت على مسعى الفتوى؟ الآن تدرس الفتوى، لازم تثبت روحك، هل إحنا بعدنا في خطر؟ هل الأمور أمنت؟ هاي كلها إلى حسبان. أرجو على أخوتنا المجاهدين أن ينتبهوا للخطر الشيطاني أهسى أخطر في توزيع مناصب، في توزيع أموال، في توزيع، لأن لا يغيرون إن شاء الله توصل طرهم. إن شاء الله توصل هاي الرسالة، هاي مهمة جدا إن شاء الله توصل هاي الرسالة. ختاما خالص شكر جزيل امتنان الحاج سامي داود العاشور المشرف على فوج عاشوراء ضمن تشكيلات لواء الأكبر، شكرا جزيلا. أيضا الحاج سلمان داود العاشور شكرا جزيلا على حسن الضيافة أولا، شكرا جزيلا لكم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مرة ثانية، أتمنى لكم التوفيق. احنا عندنا درع نقدمه في ختام كل حلقة للي نكون في ضيافتهم، درع مقدم من قناة الإمام الحسين الفضائية حتى يبقى رصيد إنه لكم كذكرى في هذا الشهر الفضيل. حجينا مثل ما قلت لك احنا في نهاية كل حلقة عندنا درع نقدمه من باسم قناة الإمام الحسين الفضائية. حج سامي يقول لي قدم الدرع الحج سلمان، وجنابك تقول لي لا الحمد لله راح اقدم الحج سلمان. الله يحفظكم ان شاء الله موفقين. مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية بختام هذا الحوار الممتع والشيق شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، رمضان مبارك وصيام مقبول، وإلى أن نلتقي بحلقات أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.